بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على جزء مهم جدا، هو جزء الجلوباليزيشن، وده الجزء الخاص بالترجمه بتاع الابلكيشن، وازاي نعمل الابلكيشن بتاعنا باكتر من لغه، وازاي نغير اللغه. احنا خدنا فيه جزئيه صغيره جدا كنت عملتها على اليوتيوب ورفعتها على الكورس هنا، ازاي تعمل مالتي لانجوج ابلكيشن، بس كان بفكره واحده. ان شاء الله هناخد جميع الافكار بتاعته ونشوف اللي نقدر نعمله جوه الجلوباليزيشن، لان فيها شغل كتير جدا. تمام، فاول جزئيه عندنا الجلوباليزيشن اتريبيوت، دي خواص عامه للابلكيشن بتاعي، نتعرف عليها ان شاء الله لانها مهمه، وبعدين نرجع ناخد بقيه الجزئيات بتاعتنا. اول حاجه، انت لما بتيجي تعمل ابلكيشن جديد بيبقى عندك حاجه اسمها برايمري لانجوج، يعني الابلكيشن بيبدا بلغه ايه، الاساس بتاعه ايه، سواء كنت هتغيره بعد كده او مش هتغيره، دي اللغه الاساسيه بتاعت الابلكيشن بتاعك انت بتختارها من هنا. تمام، يبقى اول حاجه عندي في الجلوباليزيشن ان انا بعمل حاجه اسمها ابلكيشن برايمري لانجوج، ادي اول اختيار. يجي بعد كده انت هتغير ازاي، يعني انت لو هتعمل ترجمه للابلكيشن بتاعك هتعمله ازاي؟ هنا طبعا انا لسه ما ترجمتش ولا عملت حاجه، فكاتب نو ان ال اس، يعني انا مش هغير الترجمه بتاعتي، مش هترجم الابلكيشن. تمام، فده اول اختيار ان انا مش هترجم الابلكيشن بتاعي خالص. بعد كده هناخد الافكار دي كلها، احنا خدنا جزئيه السيشن، وهناخد ازاي نغير الابلكيشن بكل الطرق دي. تمام، بعد كده تاني جزئيه عندي الدايركشن، الابلكيشن بتاعك ده الدايركشن بتاعه ايه، هل هو ليفت رايت ولا رايت تو ليفت، ده اللي متاح دلوقتي، ده الطبيعي، والرايت تو ليفت انضافت عشان اللغه العربي وعشان لغات تانية برضو بتشتغل رايت. فدلوقتي الابلكيشن بتاعنا لو احنا عملنا له ران كده، سوري كان عندي ابلكيشن تاني احنا كنا شغالين عليه وليكن اليوزر انترفيس، تمام، ده ابلكيشن عندنا. فدلوقتي الاتجاه بتاعه ليفت تو رايت، طب انا لو غيرته من هنا رحت على الجزء بتاع الشيرد كومبوننت والجلوباليزيشن، قلت له الابلكيشن بتاعي رايت تو ليفت، عملت ران كده خلاص بقى رايت تو ليفت. انت بتحدد له، يعني ممكن يكون الابلكيشن بتاعك اصلا انجليزي وانت مترجمه، بترجمه مانوال، يعني اصلا كاتب الحاجات كلها ايه عربي براحتك خالص، وعملت رايت تو ليفت، فمش هياخد باله ان هو الابلكيشن بيترجم ولا لا. يعني انت الابلكيشن بتاعك اصلا من الاول عربي، ملوش لازمه انك تعمله انجليزي وبعدين ترجع تعمله تترجمه تاني. تمام، وطبعا انا اقدر اخلي الابلكيشن بتاعي اللغه بتاعته من الاول عربي، هنا اختار عربي زي ما انا عايز. طبعا ده مش هيترجمه، ده بس هيعرفه ان اللغه الاساسيه بتاعت الابلكيشن عربي، عشان لو هتستخدمها في اي حاجه، يعني الخطوه بتاعتنا دي مش هتاثر على الابلكيشن في حاجه. تمام، يبقى انا عندي اول تريبيوت عندي ان انا بختار البرايمري لانجوج بتاع الابلكيشن، اللغه الاساسيه بتاعته، وبعد كده بختار هغيره ازاي داخل الابلكيشن، سواء جوه السيشن او وانت بتعمل لوجن او افتر اوثنتيكيشن، كل الكلام ده هنعرف الافكار دي كلها، احنا خدنا جزئيه السيشن بس. بعد كده الدايركشن زي ما اتفقنا. تمام، يبقى دي تالت نقطه. في نقطه خاصه بالتايم، هناخدهم بالتفصيل لوحدهم في فيديو لوحدهم، هناخد التايم والتايم دي التايم والتايم سبان والتايم سبان والزون، الكلام ده هناخده لوحده عشان يبقى مفرقين ما بين الاجزاء دي، عشان نقطة ترجع لها بسهولة. السلام عليكم.